بين هذا الشارع الرئيسي شارع الحبيب بورقيبة والتونسيين قصص وحكايات ومنطلق لبدايات جديدة ونهايات. هنا توحدت الكلمة والهدف في 14 من جونفي 2011 فكان التغيير. نعود إلى هذا الشارع الرمز لنبحث عن صدى ذلك اليوم. فهل يمكن للتحركات الشعبية العفوية أن تصنع اليوم غدها وتدفع نحو تغيير واقعها؟ صعيب ياسر أنه الشعب شي يخرج ويتلم معناها بالطريقة هذه ويطلبوا بالحاجات بالحقوق نتاعها، ما خاطر عملوه كيكوفوا وسلمت العباد ما عادش فيها. مادام تونس في أزمة كبيرة والشارع لازم يخرج، الحل في الشارع. التظاهر بكثر برشا وأصبح بلا معنى، وبالتالي يجب تغيير جذري في توجهات هذه الحكومة. الشارع ما يدخلوا حتى شيء، نحن نطلب معناها حقوقنا وأي الواحد ما طلبنا والكل يعني من الدولة معناها باش تشوف لنا حل باش تعطينا نخدم. لأن الحركات هذه كما قلت لك هي عفوية، هي مشتتة، هي غير قادرة أنها تتلم مع بعضها باش تولي قوة فعل اجتماعي، ما عندهاش الآليات وما عندهاش الأطر. ولأن الظرفية التي تمر بها البلاد اليوم مغايرة لتلك التي خرج فيها الشعب التونسي إلى الشارع قبل ما يزيد عن 11 سنة، فإن المطالبة بالإصلاح وتغيير واقع البلاد اليوم يكون أساساً عبر طرق أخرى وآليات مختلفة، يقول رامي الصالحي رئيس مكتب الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. اليوم أصبحنا نواكب التغير السياسي في تونس عبر صندوق الانتخابات، ومن أجل الحفاظ على هذه الديمقراطية الناشئة التي تمر بصعوبات، فإن أي تغيير سياسي ضروري أن يمر عبر صناديق الاقتراع أو عبر مؤسسات الدولة القائمة. إحباطات والقلق الذي يواجه كل التونسيات والتونسيين معناها لا يمكن أن نصدره إلى الشارع، لأنه يمكن أن يتحول بشكل معنا متسارع إلى عنف. هو اليوم بين عموم الشعب وبين مختلف هذه الطبقة السياسية بتلويناتها وبتغييراتها، يعني اليوم كل الطبقة السياسية في وقت وعموم الشعب التونسي ومطالبه في وقت ثاني. ويحذر مدير مكتب الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان من السقوط في فخ الشعبوية نتيجة صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتواصل الأزمة السياسية وما أفرزته من تعميق للهوة بين الحاكم والمحكومة. المرحلة هذه الأخيرة اللي عشناها بعد الثورة اللي هي ربما أعتقد أني أخطر مرحلة من المراحل اللي فاتت الكل، لأني أثبتت أن هنالك تحالف بين الدولة ممثلة في رموزها وممثلة في الأحزاب السياسية وممثلة في قياداتها مع الشعبويين. هذا للأسف معناها أخطر عملية، لأنه قاعد يساهم في تفقير الشعب التونسي فقرا معناها فكريا وفقرا معرفيا وفقرا تربويا، وقاعد ينعكس هذا على التركيبة السياسية الموجودة في البلاد وبالتالي ينعكس على عدم الاستقرار. حراك شعبي يرى متابعون للشأن العام في تونس أنه يتغذى من الأزمات التي يعيش على وقعها، مع ما يعنيه ذلك من خطر خروج هذه التحركات عن مساراتها وسقوطها في دائرة الفوضى أو توظيفها سياسيا.